لا عيد الاضحى هذه السنه واش غيكون عيد الاضحى ولا ما غاديش يكون؟ هذه التساؤلات اللي ولات كطرحها مجموعه ديال المغاربه خصوصا الطبقه الفقيره وحتى المتوسطه اللي ولات كتقول لك اخي اسرى حسب ما يروج والاثمنه اللي كتدور دابا باقي ما غطاش السوق ولكن راه محاسب نقدروا على العيد هذا العام حيت الثمن اللي كيروج دابا على حسب الصالير ديالي راه كيسوي الاضعاف ديال الصالير ديالي الا سريت الحوالي والله ما عندي باش نسري حتى الفخر ديالو. هذا الشيء اللي غادي يخلي التساؤلات ديال عيد الاضحى بغينا يتلغى هذا العام كتكاثر بزاف مواقع التواصل الاجتماعي. شحال من مره تلغى عيد الاضحى وعلاش كانت تلغى عيد الاضحى؟ واش اول مره غادي تلغى الا تلغى هذه السنه هذه ولا واش ثاني مره ولا ثالث مره ولا تلغاو بزاف ديال المرات؟ هذا الشيء اللي غنعرفوا في هذا الفيديو والامكانيات ديال الالغاء ديالها كذلك غادي نناقشوها في الفيديو. المعلومه اللي غنبداو بها هو السنوات اللي تم الالغاء فيها عيد الاضحى في المغرب وماشي هي هذه السنه الاولى او الثانيه او الثالثه وانما غتكون الرابعه الا تم الالغاء فيها هذه السنه هذه عيد الاضحى. كانت السنه الاولى الى عقلتو في 1963 وهذه قليل اللي غيعقل عليها وكان السبب ديالها هو حرب الرمال اللي كان كلف المغرب واحد الميزانيه اللي كبيره بزاف وما كناش قادرين نخرجوا منها وتم الالغاء ديال عيد الاضحى في ديك السنه ديال 1963 وتلغى جوج مرات موراها عاوتاني كانت في 1981 و 1996 وكان سبب الجفاف وهذيك ديال 1996 كانوا يقدروا جينيراسيون ديالو اللي قبل مني شي شويه راه يعقلوا على من اللي كان خرج السيد وزير ديال الشؤون الاسلاميه السابق اللي كان عبد الكبير العلوي المدغري وقال هذه رساله من جلاله الملك الراحل الحسن الثاني راه سيتم هذه السنه الغاء عيد الاضحى وتلغى فيها وكان السبب الرئيسي هو الجفاف. سنه 2024 واش غيتم الالغاء عيد الاضحى ولا لا؟ الى قارنا سنه 2024 مع 1996 و 1981 غادي نشوفوا بان لا تساوي شيء العوامل اللي تلغى بها عيد الاضحى مع هذا العامل اللي كاين هذه السنه هذه. الى كنا غنهضروا على الجانب الجفاف اللي تلغى في 1996 كنوا اكيدين ان في هذا العام هذا ديال 2024 الجفاف اللي كنعيشوه اخطر بكثير من ديك السنه ديال 1996 او مماثل 1996 منذ 2015 ليومنا هذا غادي في واحد النسبه خطيره جدا ديال الجفاف. هذا عوامل بزاف لان التساقطات اللي كانت كتهبط كل سنه ماشي هي اللي كاينه هذا العام هذا. كاين كذلك ماشي غير الجفاف وانما حتى التضخم اللي عايشه المستوى العالمي بالتداعيات ديال كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه وبزاف ديال المعلومات اللي كتعطينا لنا الحكومه الصمود اللي ما خرجاش تحاور مع المغاربه وتعطينا وغير طمنا وتهضر معنا وتقول لنا مثلا غير الحوار يعني حتى وليت كنتسائل انا المغاربه الى الشارع وسولتهم على المردوديه ديال هذه الحكومه واش وعلاش ما عرفتش شنو غادي تكون الاجابه ديالهم ولكن ما غاديش نحتاج لنهبط للشارع وانما غادي نشوف غير التعليقات اللي كتقول تحت دابا نيت على الحكومه كيفاش كتبان لكم المردوديه غير في اطار التواصل ديالها. كاينه مجموعه ديال العوامل تقدر تسبب وتخلي ان العيد الاضحى يتلغى هذا العام ولكن كاينين بزاف ديال الاشياء واننا حنا ما كنعيشوش الزمن ديال 1981 او 96 او 63 اللي تلغى به جبهه الرمال انما كنعيشوا واحد التطور جديد واحد العقليه جديده واحد النوع جديد وعدد البشر اللي كان في 1996 ماشي هو عدد البشر اللي كاين دابا والامكانيات ديال الغنى ديال مجموعه ديال الطبقات وكاينين المستهلكين كثار ديال عيد الاضحى واللي كيربطها بمجموعه ديال الاسباب ديال انه يعيد ربي كبير. كاين اللي كيقول لك ان العيد بسبب ديال انني خصني نعيد بسبب وليداتي وهاد الدائره ولينا كنعيشوها بزاف لاننا تحولنا كما قال واحد السيد من عيد الاضحى ولينا كنسميو عيد اللحم وعيد الحواله وعيد كبير وانما هاد المصطلحات هادو كتخلينا نخرجوا من الاصل ديال اننا علاش كاين عيد الاضحى وعلاش دايرين عيد الاضحى. الا طلع عيد الاضحى او ما طلعش ولكن انا ما بغيتش نشري الحولي واش حلال ولا حرام حيت ما عنديش الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني حتى المسائل ديال السنه الا ما قادرش عليها راه يمكن لك ما ديرهاش. اييه العيد الاضحى هو احد شعائر الله عز وجل والاقتناء ديال عيد الاضحى والذبح عيد الاضحى يعني ليه هو يعني كقربان لله عز وجل هو تعظيم من الشعائر ديال الله عز وجل ومقبوله مني ولكن كذلك الله سبحانه وتعالى تيقول لك ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها يعني الا ما عندكش اخويا ما غاديش تكلف نفسك. غتقول لي الوليدات هنا غادي تخرج واحد الاطار اخر واللي هو خطير جدا وانك غتخرج من الشعائر الدينيه وعلاش دار عيد الاضحى وغادي تقول لي بغيتي ترضي وليداتك او ترضي الناس او ترضي الجيران ديالك بداك الاسباب ديال انه الناس اللي عندهم ديك النيه ديال يشري الدرون ومجموعه ديال الاشياء. انا نقول لك انا كنهضر من المنطلق ديال نفسي الثمن ديال الحولي اللي مولف نشري به غادي نشري به هذا العام وغادي نقول لك الثمن الحولي بالفيدراليه المغربيه اللي فاعلين المواشي شنو قالت في البلاغ ديالها واللي خرجته نهار السبت اللي فات وقالت لك الحولي داير ديال 57 درهم الكيلو الاسباني يعني اللي جاي من اسبانيا راه داير 57 درهم الكيلو وغادي يكون الثمن ديال المعدل المتوسط ديال 50 كيلو ب 2850 درهم يعني المغاربه الحولي اللي ديال 50 كيلو يعني المتوسط يعني اللي كيشري على قدو راه غادي تشريو هذا العام هذا ب 2850 درهم وهذا البلاغ ديال الفيدراليه المغربيه للمواشي وكنهضر على الحوالي اللي جايين من اسبانيا حددوا المبلغ ديالهم 57 درهم الكيلو هذا بلاغ ديال الفيدراليه. السوق واش غيقول كلام اخر ولا لا ما عرفتش كيفاش غادي يتمشوا المغاربه مع هذه الاسباب هذه واش كامل اللي كيدار ملي بغينا نرجع نهضر غادي نقول وي الله يحسن العوان المغاربه والله يحسن العوان خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات اللي كنشوفوهم في الازقه والشوارع الاحياء الشعبيه بالخصوص
كيفاش كيبقاو جالسين ساكن وعاسين على ذاك السيد او السيده اللي جايبه لحولي فوندا ولا تريبورتور ولا مجموعه ديال الاشياء ولا ذاك الكروسه ولا ذاك المياه اللي كتبان موسميه وكيفاش يبقاو تابعين ذاك الحولي يعني كضر خاطرك. انا عايش وشفت تنويض احياء شعبيه وكنشوف الناس اللي ما كيقدروش كاع الايام يدخلوا لديورهم خوفا من اسئله ديال وليداتهم بابا وقتاش تشري ليا الحولي. هذا سؤال بسيط وعادي جدا ولكن كن اكيد انه كيضر في الخاطر بزاف. ما غادي يعلم به الا اللي ما عندوش واللي ما يقدرش يستحمل يسمع داك السؤال ديال داك الولد ديال بابا وقتاش تشري ليه الحولي. مي غيضرني في خاطري بزاف مي غنشوف هذاك السيد كيهز واحد الشيء من الاشياء الاساسيه ديال المنزل ديالو يخرج يبيعها باش يشري الحولي. هنا ما غاديش نسمح بها وما غادخلش لدماغي وما غاديش نوافقك فيها. الالغاء ديال عيد الاضحى انا كنقول زعما ما نتسناوش اننا نتسناو بلاغ ديال عيد الاضحى يتلغى ولا لا. اللي عنده الامكانيات يشري اللي عنده الامكانيات يصدق دابا هذه الضه ديال الفرصه. هذا اشوف والله القسم الا شوف الى هذا العيد هذا بالضبط كما قلت لك كاين اللي مسكين كيتسنى العام كامل باش يشوي داك بولفاف وديك الاجواء ديال بولفاف والكبده والقلب والاخر قسما بالله الا كاين اللي كياكلهم من العيد العيد يعني كيشوي من العيد العيد باش يطلع داك الاجواء ديال داك الدخان. والله القسم الا كاين المغاربه اللي من العيد العيد يعني كنطلب من الحجاج ديالنا راه هذه الفرصه انكم تحجوا في بلادكم انكم تقدموا هذا الهدايا لهاد الناس هادو. ما كنطلبش منك الدعم شي واحد تعطيه يشري الحواله وانما يكفي انك دير اونفلوب وتعطيها للناس ولا تشري حواله كتاق شي واحد وتعطيهم الناس ولا كنتي كتصدق قول داك السيد اللي غتشري عنده الحواله انا خويا باغي نصدق على واسه هو يبغي يصدق معاك ويبيع لك بالثمن اللي شرا او يزيد غير شي شويه ديال الرباح ويسخر معاك الامور. كونوا اكيدين والله القسم الى المغاربه قربهم باليد وما غاديش ينساو غنتعاونوا مع بعضياتنا. وشوف راه المستهلكين بزاف ديال عيد الاضحى هما الطبقه الفقيره والمتوسطه. اما الطبقه اللي عندها القدره انها تشري عيد الاضحى ولاو كيفكروا بعيد قال لك ما كياكلوش اللحم وكيمشي يدوزو في لوطيل كيزيو وليداتهم ويسافروا كاع داك عيد الاضحى. انا كنهضر مع الناس اللي بغاو يعظموا شعائر الله عز وجل وعندهم الامكانيات. كنتمنى من الله عز وجل انكم ديروا هذا الاجر هذا انكم توفروا لبعض العائلات. ما فيها باس إذا كنت مولف نعيد بثلاثة أربعة ديال الحوالة نعيد بحولي واحد ودوك ثلاثة نفرقهم. راه داك إلا كنتي ما كتاكلش اللحم كاين اللي ما كياكلش اللحم وكيقول لك أنا ما نعيدش. العيد راه ماشي باش ناكلوا اللحم ولا كتاكلوا ولا ما تاكلوش لا بالعكس وإنما العيد دار عز وجل أنك تقدم ليه داك الهدية ولا داك القربان لله عز وجل أسيدي وما تاكلوش أسيدي غير هزو هكذاك وعطيه لشي ناس أخرين ما يعيدوش ولا خذوا بنيتك انك تنحروه عطيه الناس اخرين ينحروه وياكلوه ولكن النيه ديالك انت راه تمت وقدمتي لله عز وجل الشعائر ديالو وفرحتي دوك الناس حيت انت ما عندكش مع ديك الاجواء وانما بغيتي تقدم شي حاجه راه قدمتيها لله عز وجل بهذه المساله اللي درتيها. كنتمنى كذلك الناس اللي ما عندهمش ما يكلفوش نفسهم نهار ما تكلفوش نفسكم راه